بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بعدد من مخلوقاته في كتابه الكريم، أقسم بالزمان والمكان والجبال ودلائل قدرته فيما أبدع وخلق بصنعه العظيم، وبالخيل أقسم ربنا بالعاديات في كل وقت على طريق مستقيم، طريق الحق والعدل، طريق النهي عن كل المعاصي والنهي عن الكفر والتحريم. أقسم بصوتها وإيقاع أقدامها وسعيها في كل المعارك لرفع كلمة الحق. الرحمن الرحيم، أسرار ومعاني وآيات سورة العاديات وأهم الدروس المستفادة منها والقسم فيها، تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. تعودين دايما في حلقة يوم الجمعة إن إحنا بنتكلم عن بعض الصور والآيات اللي فيها دروس بنستفيد منها في حياتنا. العاديات يعني إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة العاديات لها اسمان، الاسم الأول العاديات، الاسم الثاني نضيف واو القسم والعاديات. ترتيبها في المصحف رقم 100، يعني هي ختمت كده 100 سورة، يبقى رقم 100 بالضبط هي سورة العاديات. ترتيبها في النزول رقم 14، هي سورة مكية، عدد الآيات 11 آية. الهدف العام لهذه السورة لكنود. الهدف العام إيه؟ لكنود. يعني إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. لام كاف نون واو دال. الكنود بالبلد كده وببساطة اللي ما بيطمرش فيه. يا ساتر يا رب. ببساطة الكنود اللي ينسى بسبب سيئة واحدة كل الكويس حسنات عديدة. الله ينور عليك. الكنود اللي لو جبنا له حيطة بيضاء كاملة ووضعنا نقطة سوداء لا يرى إلا النقطة السوداء. الكنود الذي يأكل خير الله عز وجل وينسى نعمه. تمام. طيب، ربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة، سورة عظيمة جدا، السورة لها مفردات، يعني عمال المعلومات عمالة تدخل كأولي من كتر ما هي فيها تفاصيل كثير، فيها تفاصيل قوية جدا وفيها مفاجآت عظيمة يا أستاذ لمياء. أولا هي لها مفردات، يعني انفردت هذه السورة بمصطلح كنود لم يأتي إلا هنا، ما تذكرش في أي سورة تانية خالص، هي الكلمة دي هنا بس. وانفردت بمصطلح العاديات وضبحة والموريات قدحة والمغيرات، كل دي مفردات لم تأتي إلا في هذه السورة. هذه السورة إحدى 7 سور في القرآن كله اتسمت بسور حيوانات. أول سورة البقرة، آخر سورة الفيل. فسورة البقر، الأنعام، النحل، النمل، العنكبوت، العاديات، الفيل. كم 7. 7 في القرآن كله اتسموا بأسماء حيوانات. نقولهم تاني. نقول إيه؟ نقول أسماء السور تاني. البقرة، الأنعام، النحل، النمل، العنكبوت، العاديات، الفيل. 7 تسموا بأسماء حيوانات. الإطار العام كنود. تمام. ربنا سبحانه وتعالى أقسم 3 أقسام في السورة على 3 أشياء بـ3 نتائج. طيب. وفجأة يبقى 3 و3 و3. ببساطة كده الـ3 أقسام 3 أيمان. عارف حضرتك لما إيه بتكلميني فقولك والله وكتاب الله وجلال الله، 3 أيمان مختلفين. اليمين الأول العاديات، والعاديات ضبحة. اليمين الثاني فالموريات قدحة. اليمين الثالث فالمغيرات صبحة. 3 أيمان على إيه؟ على 3 حاجات. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. 3 يبقى 3 على إيه؟ 3 العاقبة أفلا يعلم، أو النتيجة أو العلاج. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يبقى 3 و3 و3. فسرهم بقى واشرح لي هم إيه يا فندم؟ الـ3 والـ3 والـ3. لفت نظري حضرتك إن ربنا بيكلمني عن الخيل، بيكلمني عن الفرس. بدأ السورة بيه. طبعا. ربنا بيحلف بالخيل والعاديات.
العاديات التي تعدو، عارف حضرتك سباق العدو يعني الجري، ده مش بتجري في تمرين ولا بتجري في سباق، ده ربنا بيقول لي والعاديات التي تعدو في الحرب، ربنا بيحلف بالخيل اللي بتجري بسرعة شديدة جدا 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 إلى الحرب. ضبحة، الضبح ألف لام ضاد بحاء، الأنفاس التي تتردد بصوت ساخنة جدا، فصار كأن النفس نار، عارف حضرتك من شدة العدو النفس بيطلع ساخن جدا من الفرس، فكأن ربنا بيقول لي أنا أقسم بهذا الخيل اللي بيسرع جدا جدا لدرجة إن فيه نار طالع من فمه من سرعة العدو، ومن سرعة العدو فالموريات قدحة، عارف حضرتك لما نبقى في الصحراء ومعناش كبريت أو ولاعة ونجيب حجرين ونيجي ضربينهم في بعض يعملوا إيه؟ يطلعوا شرارة. رجلين الفرس من شدة العدو في الصحراء على الصخور تضرب الصخور تطلع نار. فالموريات قدحة، القدح المقداح اللي هو بيولع، يبقى كأن فيه نار طالعة من فمها ونار طالعة منين؟ من قدميها. ده بتجري بسرعة شديدة جدا، فالموريات قدحة. طيب ده فين؟ فالمغيرات صبحة التي تغير في الحرب صباحا عند طلوع أول ضوء، يعني عند الفجر، صبحا يعني فجرا. يبقى أدي الثلاث أقسام، بيقول لي صفتين، بيقول لي فوسطنا به جمعا، ده مش بعيدة عن ساحة المعركة، ده في وسط ساحة المعركة، أي أنها عرضة للهلاك في أي لحظة. فوسطنا به، فأثرنا به نقعة، فوسطنا به جمعا، من شدة العدو والجري أثرنا الإثارة، النقع الغبار. فربنا بيحلف بثلاث حاجات، العاديات فالموريات فالمغيرات، وصفتين مهمين جدا، هي من شدة الجري غبار رهيب جدا، يعني نفسها زي النار ومش هوا كويس، ده هوا مليان تراب فأثرنا به نقع، وكمان هي مش بعيدة عن الهلاك، ده في وسط المعركة عرضة للهلاك من أي وقت في أي وقت في أي مكان يعني. طب ال- 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 الدرس المستفاد من هنا ايه؟ ان الانسان ما طمرش فيه نعمة ربنا زي الفرس ده بالبلد كده، كأن ربنا بيقول لي شايف يا انسان، ايوه يا رب، شايف الخيل بيعمل كل ده ليه؟ بتجري لدرجة النار طالعة من فمها ونار طالعة من قدميها، وفي معركة وفي حرب وفي وسط المعركة والتراب حواليها وفي كل معرضة نفسها لقمة الهلاك من أجل إخلاصها للفارس لمجرد أنه يطعمها ويسقيها. يا المعنى. أو الله، ما خلق لها عينا ولا شق لها بصرا ولا خلق لها قدما، فما بالك أنت مع الله رب العالمين الذي خلقك ورزقك وأمدك وأرشدك وفيض نعمه من أم رأسك إلى أخمص قدميك، لما لا تكون مثل هذه العاديات؟ ولذلك الانتقالة عجيبة، يعني من وسط الكلام على الخيل فجأة ربنا يقول لي إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. الربط، الله ينور عليك، كأنه ربنا بيقول لي ألا تستحي من العاديات فتذكر نعمة رب الأرض والسماوات. والمقصود هنا فضيلة الشيخ بالبشر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بينعم عليهم بنعم كتير ما بيبقوش شايفينها، ومع أول ابتلاء أو مع أول مشكلة يبقوا ماسكين فيها ومش شايفين كل الخير اللي ربنا مديه لهم. 100% صح، هو ده، كأنه لم يفعل ما فعلته الخيل مع خيالها، ما فعلته الأفراس مع فارسها، أدي الرابطة. ربنا بيكلمنا عن الخيل فجأة بيقول لي إن الإنسان لربه لكنود، الرابط ما بين الخيل والإنسان، الرابط إن الإنسان لم يخلص لله عز وجل رغم هو أنه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورزقه وأمده وأرشده وهداه إلى آخره، وخلق كل ده عشانه وعشان هدايته، ما عملش زي ما بتعمل الخيل. وربنا سبحانه وتعالى لم يطلب مني أن أقتل نفسي أو أفعل كما فعلت الخيول في قمة التضحية، لا خالص، ده بيطلب منك أنك ما أمرك التزم، ما نهاك ابتعد، هذا الموضوع اذكر نعمة ربنا عليك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيه رابط تاني ما بين الخيل وما بين الإنسان، أقول لسعتك ربنا بيكلمني عن الخيل والجري والنار اللي من فمها والنار اللي في قدميها والجري صباحا وتعريض نفسها للهلاك، ثم بعد ذلك يكلمني عن الإنسان كأنه بيقول لي أنا أنه أنت بتجري وراء الدنيا
للتكاثر وللمال ولهذه الأشياء بتلحق تجمع زي بالضبط الخيل بهذه الصورة. ولذلك قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير. الخير يعني المال لشديد. فكأنه ربنا بيقول لي أنت تلهث وراء الدنيا كما يلهث الفرس في هذه الصورة. يبقى كده أنا عندي إيه رابطين. الرابط الأول رابط إنه الإنسان فينا لم يشكر نعمة الله كما شكر الخيل خياله. اثنين إنه الإنسان فينا يلهس وراء التكاثر كما تلهس الأفراس في الحروب. سبحانك يا رب عرفت الغريب. فضيلة الشيخ كنا بنتكلم في الصورة إنه ربنا سبحانه وتعالى أقسم بثلاث أقسام وثلاث أشياء. مظبوط. حصل حوار ما بين سيدنا علي بن أبي طالب ومن سيدنا عبد الله بن عباس على العاديات. فمنهم من رأى أن العاديات هي الخيول التي تعدو في الحرب وتسرى إلى الحرب وتضحي بنفسها من أجل من يطعمها ويسقيها، فكيف أنت يا ابن آدم؟ وقالوا أيضا هي الإبل تنطلق من عرفة إلى مزدلفة، فمن سرعتها ترى النار تخرج من فمها ومن تحت قدميها. دي الصورة، إما الخيول إما الإبل، إما الخيول في الحرب إما الإبل عند النفرة من عرفات إلى المزدلفة، ولكن المعنى واحد، الاثنين واحد طبعا. طيب في قصة حصلت مع سيدنا عبد الله بن عباس فترة من الفترات، مش عارف معنى كلمة كنود. فيسأل بعض الناس مش عارف الإجابة. ففي يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عباس يمشي في صحراء فرأى رجلا أعرابيا الناقة هربت منه وهو يجري وراءها ويقول لها حقا إنك لناقة كنود. سيدنا عبد الله بن عباس بيدور على الاسم وعلى الكلمة يعني إيه المعنى بالضبط، فكأنه لقي كنز يعني، لأن قيمة العلم عجيبة يعني. طبعا. فسيدنا عبد الله بن عباس جرى بجواره وقال له ما معنى كنود؟ فالأعرابي قال تراني أجري وراء الناقة وتسألني كنود؟ قال نعم قل لي ما معنى كنود؟ قال أمسك الناقة وأنا أقول لك. هتهالي بقى وأنا أقول لك. بالضبط. سيدنا عبد الله بن عباس بالنص يقول فغرزت أطراف ثوبي في وسطي، ماشي بتوب كده ثوب علماء كده. سيدنا عبد الله بن عباس ربط الهدوم على على وسطه، شوفي شو بيعملوا ايه للعلم، وجعل ابن عباس بنفسه يجري وراء الناقه حتى امسك بها عشان يعرف المعنى. ثمن العلم يا هاني. طب ثم اتى بها للاعرابي وقال هذه ناقتك، ما معنى كنود؟ قال هي الناقه تاكل وتشرب وتتمرد على صاحبها. هو ده الانسان، هو ده الانسان، انسان ياكل ويشرب. رب عظيم سبحانك يا رب. جدا. فالإنسان يأكل ويشرب يبقى غرقان في نعم الله عز وجل، فإذا فقد نعمة نسي كل نعمة، إذا أصابه شيء نسي كل شيء، وده طبع وحال الإنسان في كل الأمور. الكثير من الناس طيب النقطة الثانية، ربنا بيحلف على إن الإنسان لربه لكنود. طيب وإنه على ذلك لشهيد، مين إنه؟ ربنا واحد ممكن، أي أن الله يشهد على ذلك. يشهد إن كثير طبعا من الناس، مش ربنا قال في القرآن وقليل من عبادي الشكور؟ قليل من عبادي الله، لأنه إبليس وعد ربنا بهذا. إبليس قال لربنا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وربنا في الحديث القدسي الذي ضعفه بعض العلماء قال خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم وأتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. فربنا ينعم عليهم ويشكرون غيري. فهذه النقطة موجودة. فهو إنه على ذلك لشهيد، إنه أي الله عز وجل يشهد على الإنسان. طيب ولا الإنسان شاهد على نفسه؟ وارد الاثنين صح، وإنه أي الله وإنه أي الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. بيقول أنه الإنسان طبيعته أنه بيحب الخير، والخير مش معنى مقصود به أعمال الخير، الله ينور عليك، مقصود به المال. المال الدليل قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خير يعني إن ترك مالا، يعني معنى ذلك المال خير والمال حلو طالما من حلال وفي حلال. صحيح. لأننا بالمال من حسب حلال استخدامك بقى لي. الله ينور عليك. وأدي حق الله وأدي حق الأقارب وأدي حق أسيادنا الفقراء وأشتري به الجنة. سيدنا عثمان اشترى الجنة بالمال ثلاث مرات، لما حفر، لما اشترى بئر روما، ولما وسع المسجد النبوي، ولما جهز جيش العسرة. فإذا المال
عظيم انه لحب الخير الى شديد. طيب المطلوب بقى العلاج ايه؟ انك لازم يبقى الموضوع معتدل، فيه اعتدال، فيه توازن، فيه وسطية. إيه؟ بحب المال لكن لا اعصي الله من اجله. بحب المال ما تخليهوش هو اللي يتحكم فيك. بالضبط، انا بحب المال لكنه في جيبي وليس في قلبي. لانه لو في قلبي عادي من اجله واعصي من اجله، فما اجمل انك تبقى اغنى واحد بس المال في جيبك. المال حسابات في البنك مش حسابات في قلبك، المال حسابات في البنك مش يمتلك عليك نفسك. ده اختبار شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. طبعا قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، ومال يحب المال ما فيش اي مشكلة، بس الشيء لابد ان يكون من حلال والى حلال، تؤدي حق الله وحق الاقارب وحق اسيادنا الفقراء، ويبقى المال وسيلة لا غاية. وسيلة إلى طاعة الله، وسيلة إلى إسعاد الناس. عشان كده كنا دايما بنقول هو الفقر هو الابتلاء ولا الغنى هو الاثنين ابتلاء. الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر فقرا ومرضا والخير غنى وصحة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى الإكرام والإنعام إيه؟ ابتلاء. هذا من فضل ربي ليبلوني، يبقى الفضل ابتلاء. يا جماعة يا ناس، كل ما أنت فيه هو امتحان واختبار. زوجتك امتحان، ولادك امتحان، صاحبك اللي جنبك امتحان، جارك امتحان، الغنى امتحان والفقر امتحان، العلم امتحان والجهل امتحان، الصحة امتحان والمرض امتحان، كله امتحان. أنا أحيا يعني أنا كثيرا ما أدعو بهذا الدعاء، يا رب اجعلني عبد إحسان لا عبد امتحان. صحيح، يعني الأدعية الجميلة. والله وأطلب من ربنا لما يجي عاملني يعاملني بالفضل لا بالعدل، لأن أنا مش قد عدله. فممكن أنصح المشاهدين بهذا الدعاء، يا رب اجعلنا عبادة إحسان لا عبادة امتحان، يا رب عاملنا وحاسبنا بالفضل لا بالعدل، احنا مش قد عدله، يعملنا بالفضل، سترنا في الدنيا واسترنا في الاخره ودخلنا الجنه، احنا مش قد. فانا انصح، مش طالبين حاجه تانية. بالضبط، انا انصح بالدعوتين دول، يا رب عباده احسان لا عباده امتحان. النقطه الثانيه، يا رب عاملنا وحاسبنا بالفضل لا بالعدل. فالصوره ماشيه، فبتقول لي تعالى بقى خد يعني اديك روشته العلاج. روشته العلاج ايه؟ انك تتذكر يوم القيامه، افلا يعلم اذا بعثر الحساب. بالظبط، اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ايه اللي جامع ده؟ اولا اذا بعثر ما في القبور، لازم كل واحد فينا يعمل حساب الحشر والنشر. الحشر والنشر يوم ما نبعث من في القبور، لما ينادى على الانسان ويطلع من قبره ليقف بين يدي الله عز وجل. والملائكة صفوفا صفوفا ألوفا ألوفا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والكل يعرض على الله عز وجل فردا فردا، ويسأل عن كل شيء حرفا حرفا. نصبت الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإنت كتبت كتاب حياتك اقراه قدام ربنا، انت اللي كتبته بايديك. طبعا يا هانم، ونضع وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، انت بتقرا كتابك. يعني تخيلوا كده يا جماعه، ان حياتنا كلها هي كتاب، انا بكتبه باعمالي وبافعالي، ان خيرا وان شر بكتبه قدامي، وبعدين همسك الكتاب ده بين يدي الله يوم القيامه واقرا على الله عز وجل. بعض الناس هتقول طب ما هو كل حاجه مكتوبه، ما هو ربنا كتب لنا كل حاجه بالثانيه وبالحرف وكل شيء هيحصل من يوم ما اتولدنا. طب ما هو ربنا بيحاسبنا ليه؟ اقول لسعادتك، قول لي، هو انت شفت اللي كاتبه ربنا؟ لا. يبقى انت بتتكلم فيه. هو مش انا اللي بقول على فكره. لا اقول مش انا اللي بقول. اللي بتقوله ده. لا مش انا اللي بقول. انا بقول لك اللي بيتقال، لان السؤال ده اتقال كذا مره. طيب حضرتك، والفكر اللي ممكن يجي في دماغ اي حد، حضرتك اطلعتي على ما كتبه الله؟ لا طبعا. يبقى بتتكلم في ايه؟ لما تعمل الخير وهو المكتوب. لا، بمعنى ايه؟ يعني انت رايح تعصي ربنا وبتقول لي ان ربنا كتبه. لما تروح كده تجرب تطيع ربنا وربنا هو اللي كتب. طب ما هيقول لك ما هو مكتوب، ما هو ربنا كتب. هل السؤال بقى هل الكتابه صفه اجبار ولا صفه احاطه؟ بمعنى ايه بقى؟ يعني ما كتبه الله عز وجل مسكك من رقبتك واجبرك على معصيه؟ لا، بس خلصت. بتتكلم في ايه؟ اضرب لك مثل. فسرها اكتر عشان افسرها الكل يفهمها. شوفي حضرتك، هحكي لك قصة. اتفضل. افتراضية. ماشي. حضرتك ابنك بإذن الله عمل حاجة كويسة جدا.
فانت قاعده في مكتبك قافله الباب وقافله بالترابيس، محدش شايفك ولا حد يعرف عنك حاجه. وبعدين ايه خطر ببالك تدي مبلغ من المال لابنك هديه؟ وقلت نعمل لعبه انا وابني. اللعبه هي ايه؟ هدي لك المبلغ ده بشرط تصرفه كله في يوم واحد. تمام، انت محدش شايفك ولا حد يعرف بالامر شيء، وجيت مطلع المبلغ من المال قدامك على المكتب، وجيت مطلع قلم وورقه، وقلت انا عارفه ابني وحفظه وعجنه وخبزاه، لو انا تخيلت المبلغ ده هيعمل به ايه، هيعمل 1 2 3 4. كتبت حضرتك وجيت قافله الورقه وحطها في المكتب وقافله، محدش شاف وابنك ما شافش، وجيت فاتحه الباب ومناديه له، جه جاي، قلت له مكافاه، اتفضل المبلغ ده بشرط تصرفه النهارده كله، اخر النهار تيجي تقول لي صرفته في ايه. الله ينور عليك، انطلق يعمل اللي هو عايزه. تمام، اخر النهار جه وقف قدام حضرتك، طلعت الورقه قدامك، لقيته عامل اللي انا كاتباه بالظبط. يقدر يقول لك لما هو عامل غلطه في غلطه انت كتبتيها وهو عملها، هل يقدر يقول لك انه انت كتبتيها عليا؟ انت السبب في اني عملتها. يقدر؟ لا. الله ينور عليك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انسى الموضوع، تفضل اعمل اللي نفسك فيه، كل ما هو سنه كونيه لا تسال عنها، كل ما هو سنه شرعيه تحاسب عنها. عارفه حضرتك ابنك هو طفل صغير وانت واخداه في الملاهي يلعب، الاولاد الصغيرين الذكور اول لعبه بيجروا عليها في الملاهي عربيات، العربيات بتاع اللي هي الكهرباء. الله ينور عليك، بتاع الكهرباء دي. تمام، جاء قاعد في العربيه ووصلوا الكهرباء، هو عمال يجري يخبط في حد، يلعب مع حد، يرخم على حد، يلبس في السور ويجري يرجع تاني. تمام كده، والمده الزمنيه شغاله، هو له مده زمنيه ربع ساعه، اول ما خلصت ربع ساعه بيجي منزل فاصل الايه الكهرباء، المهندس. أيوة. مهندس المسؤول عن اللعبه. تمام كده، يقدر ابن حضرتك يخرج من اللعبه يقول له انت السبب ان انا رخمت على حد؟ لا طب. الله ينور عليكي، ده اسمه التمكين القدري. اسمه ايه؟ تمكين القدر. يمكننا الله في الدنيا من اجل ان يحاسبنا يوم القيامه. اعمل. تمام، لكن هو كله من خلق الله، لكن هذا الخلق لا يجبرك على شيء. فضلت شيخ، واحنا بنتكلم عن سوره العاديات وحضرتك قلت انه ربنا سبحانه وتعالى عارف حبنا للخير، والخير هنا هو مقصود به المال، وهو في اختبار شديد جدا ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم على بني ادم بنعمه المال فما يقدرهاش فما يطلعش حق ربنا سبحانه وتعالى فيه. هو انا عجبني ان ربنا سبحانه وتعالى قوي انه سمى المال خير، وكانه ربنا سبحانه وتعالى يشير الي انه اتخذوا دايما وسيله من وسائل الخير، تعلم منه دايما انك تعمل به الخير، كانه ربنا سبحانه وتعالى يحدد لي مهمه المال. لما سمى المال خير كأنه ربنا بيقول لي مهمة المال فعل الخير، مهمة المال عمل الخير، مهمة المال سابق إلى الخير، مهمة المال سارع إلى الخير، لأنه أنا أصلا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عقد وعهد، أنا بشتري الجنة بفلوسي. ربنا اللي قال لي كده، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وإيه وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني أنا بشتري الجنة بفضل الله عز وجل بالمال. لما يكون من خير وفي خير ونؤدي حق الله عز وجل أنا بشتري الجنة. فكأن ربنا لما بيقول لي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا، يبقى سمى الله المال خير. تمام، كأنه بيقول لي هو ده هدفه، الهدف من المال أن يكون خير، يسعى إلى الخير ويعلم الخير ويفعل الخير ويعمل الخير، عشان أنتم أمة الخير، كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالمال خير وإحنا أمة الخير وندعو إلى الخير، فكأنه ربنا بيقول لي الهدف من المال فعل الخير. فعل الخير، مش إنك تبقى عندك مال وربنا رزقك بيها وما بتطلعش حق ربنا سبحانه وتعالى. بتطلعش حق ربنا يعني إيه؟ يعني حق الغلابة، الناس المحتاجين، الصدقة، الزكاة، انك تقف جنب حد، تجبر بخاطر حد. في ناس كتير قوي كتر المال بيعميها وبيشغلها والعياذ بالله. هو تسمى كمان مال لان هو بيميل ببعض الناس الى الشر ويميل ببعض الناس الى الخير وتميل اليه القلوب. شو بقى مفردات المعاني اللي أيوة والله مش يعني كل الناس تفهمها. ولذلك كان الشاعر زمان يقول ايه، رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال
فعنده الناس قد ماله. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. الله. فالمال مال مال، واسمه مال علشان تميل إليه القلوب وتميل إليه النفوس، ويميل بالإنسان إما إلى الخير وإما إلى الشر. فما أجمل أن يتخذه الإنسان سلما إلى طاعة الله، طبعا. وسيلة إلى الجنة، طبعا. وسيلة إلى إسعاده وإلى إسعاد الناس. لكن المهم أي مال مالك؟ ما هي دي السؤال دلوقتي. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا. صح، وتسيبه بقى ومحدش يسأل فيك أساسا خالص. الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. الله 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 الله. إيه العظمة دي. يمكن من الأعمال المهمة جدا جدا داخل جمعية البر والطاقة المصرية هي المستشفيات، واستكمال المستشفى واستكمال المعدات، والطلب اللي بيأكدوا عليه دلوقتي واللي هم في احتياج شديد جدا ليه هم 6 حضانات. يعني موضوع مش صعب قوي تحقيقه بعد ما احنا شفنا الصرح الكبير جدا لما بقى حقيقة وموجود على أرض هو الوقت. لا يغيب عن شريف علماء أسيادنا جميعا قد إيه الأجهزة الطبية وتجهيز مستشفى قد إيه مكلف، تكلفة باهظة جدا، أرقام ضخمة قوي. طبعا عشان تعملي تجهيز طبي لمكان يبقى مناسب انه يبقى عيادة او يبقى حضانة او يبقى غرفة عمليات الى اخره قد ايه مكلفة. والجمعية لما خدت هذه الخطوة خطوة فيها مجازفة قوية جدا طبعا، لانه ارقام ضخمة قوي. انا شفت ده بنفسي قد ايه المكان مكلف، قد ايه المكان مشرف، قد ايه المكان حلو قوي يليق انك انت تقدمه لربنا سبحانه وتعالى، ويليق انه تقدمه لاسيادنا الفقراء. من ضمن الاشياء اللي هي مهمه قوي دلوقتي مساله الحضانات، لانه انقاذ حياه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. تخيلي حضرتك طفل مولود ويحتاج الى حضانه وغير موجوده، قد ايه مهدد اما بامراض مزمنه واما بالموت. فتخيلي حضانه زي كده قد ايه بتنقذ حياه مولود ولد ولا بنت، قد ايه بتفرج كرب الناس. احساس البني ادم انه شارك في حاجه زي دي طبعا، دي سعاده ما بعدها سعاده طبعا يعني. انت متخيله اسره كامله والمولود يحتاج الى حضانه، والحمد لله الحضانه موجوده ولاسيادنا الفقراء. قد ايه هيبقى حس بالراحه، قد ايه انت جبرت خاطره، قد ايه يسرت امره، قد ايه فرجت كربه، قد ايه انت ادخلت الفرح والسرور عليه. عمل عظيم جدا جدا جدا، من اعظم الاعمال اللي تقربنا من ربنا جل وعلا. فهو عمل عظيم قوي. مساله تخيلي بقى حضرتك لما حد من اسيادنا يعمل حضانه بنفسه، يقول انا هختار دي، شوف تكلفتها ايه وانا هتابع معاك وبنفسك، او روح اعمل بنفسك. وسعاده برضو انه الاب والام بيبقوا منتظرين ان يبقى عندهم طفل بفارغ الصبر، فلما يجي ويبقى عنده مشكله وملوش مكان انه او ملوش حضانه انه يتحط فيها، وفجأة يبقى ليه، فربنا يكرمه ويكمل ويخرج في حضن أبوه وأمه، وإنت كنت سبب حتى بمشاركة بشيء بسيط، أكيد إحساس عظيم مؤكد جدا. إزالة ألم بدني وإزالة نفسي. ألم نفسي قوي جدا جدا. قد إيه ستر طبعا، قد إيه جبر خاطر، قد إيه تيسير أمور، قد إيه تفريج كروب، قد إيه أنت ربنا جعلك سبب في أنك تخرج حد من ضيق إلى فرج وإلى فرح. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب. آمين يا رب. كل أعمال الخير عند ربنا سبحانه وتعالى ليها أجر وثواب كبير جدا. يعني نيجي نقول نشارك في المستشفى فليها نلاقي ليها طعم ومذاق خاص، وتقول نشارك في مساجد تلاقيها برضو ليها طعم وسعادة مختلفة. فسبحان الله كل أعمال الخير هي خير. شوفي حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى
بعد الأركان والفروض كلنا متساويين فيها، الشهادتين والصلوات المفروضة والزكوات المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض. الله عز وجل للنوافل والتطوع جعلها بعدد أنفاس البشر، وجعل لكل واحد من البشر ميل قلبي لعمل صالح لحاجة معينة فأعمل خير. الله صحيح. يبارك في عمرك. في حد من الناس ميله أنه يطعم الطعام، حد تاني كنت هقول نفس الكلمة بالضبط والله كنت هقولك نفس الكلمة طعم الطعام بالضبط. في حد تاني رعاية الأيتام صح. في حد تاني مشغول قوي بالتعليم وطلبة العلم من أسيادنا الفقراء. في حد تاني مشغول قوي بمسألة بناء المستشفيات. في حد مسؤول بالزرع وبحب محب للزرع. شوف ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب ايه من النوافل والتطوع، وانطلق اليه وانطلق فيه واستمر فيه، هو بابك الى الجنة. دي نقطة مهمة. انت لن تحصي كل اعمال الخير خالص، انما اللي تقدر عليه اعمله. وتنوع المعروض في جمعية البر والتقوى يناسب كل أطياف المجتمع، وتنوع المعروض كعدد وكأشياء، وتنوع المعروض من صغير لكتير، يعني أقل القليل، لا ما تستقلش العمل خالص. ليه؟ لأن ممكن تبقى هي المنجية، ارفع الشعار ده لعلها المنجية، ممكن ركعة تصليها لله تنجيك، ممكن أقل صدقة تنجيك، ممكن ربنا يأخذ منك صدقة قليلة جدا فيضاعفها. قال الله عز وجل وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون أي الذين يضاعف الله لهم الأجر، ويضاعف لهم الثواب، ويضاعف لهم الفضل، ويضاعف لهم النعم، ويضاعف لهم المال. يعني المال اللي انت بتطلعه ده زكاة او صدقة هو مش بيروح وما يرجعش. ما فيش حاجة اسمها اعمل الخير ورمير لا، ما فيش حاجة اسمها كده. ده اللي عند ربنا سبحانه وتعالى يزيد ويتضاعف ويبقى كتير قوي. والتجارة مع ربنا سبحانه وتعالى هي التجارة اللي ما بتخسرش ابدا. نعم. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.